بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 17 من الكتاب 17، كتاب النكاح. باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. معلوم أن الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها بعد المرتان يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل تنكح هنا بمعنى تعقد عليه، يعقد عليها ثم يطلقها، أم بمعنى أنه يعقد ويدخل بها؟ فهم؟ هو دي المسألة. نص القرآن حتى تنكح زوجا غيره. ذهب ابن المسيب، سعيد بن المسيب، وهو خالف إجماع المسلمين، ويبدو أنه لم يصل له الحديث، أنه يكفي العقد عليها دون الدخول، فإن طلقها حلت لغيره، لمن طلقها أولا، على أساس أن النكاح عنده في الآية أن تنكح يعني تعقد، لأن النكاح عنده حقيقة في العقد وليس حقيقة في الوطن. واضح؟ ولكن السنة قيدت كلمة تنكح هنا أي يعقد ويدخل به. أدي فائدة السنة بالأحاديث الواردة في الصحاح. النبي فهم الناس أن مراد الله في قوله حتى تنكح زوجا غيره أن يعقد عليها ويدخل بها دخول صحيح كامل، جماع كامل. فإن لم يجامعها وطلقها بعد العقد لا تحل للزوج الأول. واضح؟ يبقى أدي فائدة السنة أنها تقيد مطلق القرآن، وده اللي عليه إجماع المسلمين، وخرج عن هذا الإجماع وشذ سعيد بن المسيب الوحيد، لأنه لم يصل له هذا الحديث. فلا تكون الفتوى على إيه؟ على قول سعيد بن المسيب، بالرغم أنه وارد والقرآن يحتمله. لماذا؟ لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة تمنعه، تمنع هذا الفهم. واضح؟ فيبقى إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا يجوز له أن يراجعها ولا أن يعقد عليها مرة أخرى حتى يتزوجها رجل آخر، ثم يتزوجها زواج صحيح ويدخل بها دخول صحيح ولو مرة، ثم يطلقها فتنقضي عدتها، له أن يتزوج بعد ذلك. فإن تزوجت بعقد فيه شبهة أو وطئها رجل وطئ شبهة لا تحل للزوج الأول، لابد أن يكون وطئ صحيح بعقد صحيح، ليس عقد فيه شبهة ولا وطئ فيه شبهة. واضح؟ يعني كانت نايمة في سرير وراجل دخل افتكرها مراته فوطئها وطلعت مش مراته، ده وطئ شبهة. أو عقدت على رجل آخر فوطئها واتضح إن هو أخوها في الرضاعة، سموه وطئ شبهة، فما تحلش ليه برضه. فاهم؟ وطئ الشبهة له أمثلة كثيرة. عملت عقد ولم يتوفر فيه شروط العقد، فهمت ازاي؟ يسموه وطئ شبهة. عقدت عليه على رجل بغير اذن وليها، والولي في المذاهب في عند الجمهور شرط لصحة العقد، فهمت؟ عقدت على رجل بغير شهود ولا اشهار، يبقى ده عقد باطل وتزوج عقد شبهة وطئها، ما ينفعش، لا تحل للزوج الأول، لابد عقد صحيح. احنا عندنا شروط صحة عقد الزواج ايه؟ أركان العقد ايه علشان يصح العقد؟ زوجان
وولي وشهود وصيغة، مش كده برضو؟ لازم يبقى في ولي للزوجة، ده عند الجمهور. الأحناف قالوا الولي مش ضروري إلا للبكر الصغير، أما لو كانت كبيرة أو سيف أو بكر كبيرة رشيدة فلا أن تتزوج بغير ولي. ويعطي أبو حنيفة للولي حق إنفاذ العقد أو إيقافه ما لم تحمل، فإن حملت يسقط حقه في إيه؟ في إيقاف العقد. يبقى الولي فيه مناقشة بين الأحناف وبين هل هو ضروري لصحة العقد أم ضروري لنفوذ العقد. الجمهور قالوا ضروري لصحة العقد، وأبو حنيفة قال ضروري لنفوذ العقد وليس لصحته. واضح؟ هذا ما لم تكن ايه؟ صغيرة. أما الصغيرة فلا بد للولي في كل المذاهب حتى أبو حنيفة. والشهود فيها مناقشة. نائلين إن من ضمن أركان العقد الشهود، شاهدي عدل. عدالة الشهود. عند الجمهور يشترط في الشهود العدول، العدالة. الديانة يعني. وأبو حنيفة أجاز شهادة الفاسق في عقد الزواج. يعني افرض أبو الزوجة أو واحد مدخن، ده فاسق في الشرع الشريف، المدخن ده فاسق غير عادل، كويس؟ حتى لو حفظ القرآن كله بيدخن يبقى فاسق. طب جبنا واحد مدخن وحطت علبة السجاير في جيبه وشاهد على العقد، العقد ده صحيح عند الأحناف، وعند باقي المذاهب يقول لك ده لا يصح أن يكون شاهدا في عقد الزواج لأنه فاسق. فهمت بقى إزاي؟ علشان كده احنا عادتنا في مصر قبل عقد الزواج نجمع الناس كلهم ونقعدهم ونقول لهم قولوا ورايا تبنا الى الله نستغفر الله العظيم، نتوبهم كلهم عشان نعدلهم. دي عادتنا، نقوم نخلي كل اللي حاضرين بقوا عدول تابوا في لحظه توبته دي يشهد في العقد، وبعدين يطلع بعد كده يشرب سجاير ملناش دعوه بس صح العقد. فهمت طريقة المصريين؟ فقه المصريين، عشان يبقى العقد صحيح على كل المذاهب. تجمع الناس قبل العقد ويقول في خطبة النكاح، بعد ما يقول خطبة النكاح قولوا ورايا، قولوا ورايا أستغفر الله العظيم، ويقعد يستغفر، تبنا إلى الله وندمنا إلى الله ورجعنا عما فعلنا، واخد بالك، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، يعني كأنه بيدخلهم الإسلام من أول وجديد. واخد بقى؟ عشان كل زباله عملوها قبل ما يجوا يخلصوا منها، وبعد كده يعمل العقد، وبعد كده هيروح لحاله مالناش دعوه، يبقى صحح العقد، طلع العقد صحيح على المذاهب الاربعه. فاهم؟ يبقى الامام ابو حنيفه لم يشترط عداله الشهود في عقد الزواج. واخد بالك ازاي؟ يعني يكتفي عنده حتى ولو فاسق تصح شهادته عند عقد الزواج. لكن باقي المذاهب عند الجمهور لابد من عداله الشهود. الإمام مالك قال الشهود مش ضروريين في العقد، دول سنة، طالما في إعلان فالإعلان دخل فيه الشهود، فعنده الإعلان هو اللي ركن مش الشهود. فاهم؟ طالما عملت إعلان وحفلة ودعيت الناس وعملت العقد أمامهم مش محتاج شهود بقى، ما كله شاهد. فاهم؟ فالشهود عند الإمام مالك في مذهبه أنهم إيه؟ ليسوا ركنا من أركان العقد ولكنها سنة، يعني من كمال العقد وليس ايه؟ يعني لو لم يوجد شاهد ويمضي، طالما اتعملت واعلنوا النكاح، فهمت ازاي؟ وجابوا ميكروفون والمعازيم جت والدنيا كلها، رايح فين فرح فلان وفلانه؟ خلاص ده دي في حد ذاته يبقى ايه؟ الاشهار، يسموه الاشهار. الاشهار او الاعلان. المهر. المهر من اثر العقد، من اثار العقد عند الشافعيه. وركن في العقد عند المالكية المهر، فلا بد أن يكون هناك مهر عند المالكية عشان يصح العقد. وعند الشافعية المهر أثر من أثر العقد، إذا تم العقد يبقى وجب لها المهر المسمى إن كانوا متفقين على رقم أو الإيه أو مهر المثل إن لم يتفقوا على رقم معين. واضح؟ والولي طبعا معروف، يبقى عندنا ولي وعاقدان اللي هو الزوج والزوجة، وبعدين شهود، وعندنا صيغة إيجاب وقبول. الولي يقول زوجتك والتاني يقول قبلت، زوجتك فلانة أمام الناس كده،
ولا بد في الصيغة من لفظ التزويج أو الإنكاح عند الشافعية والحنابلة، أما عند المالكية فيجوز بلفظ الهبة أيضا مع التزويج والنكاح، وعند الأحناف بأي لفظ، ولو قال ملكتك أو بعتكها، حتى لو قال له بعتكها كذا تقول قبلت، يقول لك خلاص ما هي أصلا ليست محل بيع، يبقى يفهم البيع هنا على أنه زواج. أي لفظ عند الأحناف يدل على التمليك، لكن الشافعية والحنابلة قالوا لابد أن يكون بلفظ النكاح أو العقد أو أو الزواج، قل أنكحتك أو زوجتك باللفظ ده، ولا يصح إلا بالعربية كمان، باللغة العربية الفصيحة، يعني ما يعقدش بلغة أجنبي، ده عند مين؟ الشافعي. الإمام أبو حنيفة بأي لغة، أي لغة تمشي، فهمت بقى؟ فإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة المذهب بتاعه انترناشونال عالمي، ينفع في جميع اللغات، فهمت ازاي؟ لكن مذهب الشافعية لابد ان يقولها بالصيغة اللغة العربية الفصيحة، ولابد يبقوا الشهود يفهموا اللغة اللي بتتقال بيها الصيغة كمان، مش يجيب شهود ما بيعرفوش عربي ويقولوا الصيغة بالعربي، يقول لهم شاهدت، وشاهدوا على ايه؟ ده شاهد ما شافش حاجة، فهمت؟ لازم يبقى فاهم الصيغة، فهمت؟ كل دي تفاصيل يعني في العقد. ادي معنى ان هو لابد ان هو تتزوج رجل بعد ان طلقت الطلقة الثالثة بعقد صحيح، يعني متوفر فيه كل شروط الصحة، ثم يدخل بها، وبعد كده حب يستمر معاه يستمر، ما حبش يستمر معاه يطلقها، تنقضي عدتها للزوج الاول انه يروح يتجوز، فاذا تزوجها تعود اليه بثلاث طلقات، يبتدوا مع بعض صفحة جديدة عشان يبقى عنده فرصة يطلق تاني بقى، ما اصله مطلق، نعمل له ايه؟ كل شوية بيطلق، في رجالة كده مطلقة، فهمت؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 99 بعد 503,000، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني ثلاث مرات، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، ابن الزبير، مكتوب عندك الزبير ها؟ فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير، ده من بني قريظة على فكرة، الزبير ده مات على اليهودية لكن عبد الرحمن أسلم، هم من يهود بني قريظة الذين أسلموا، فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. العسيلة هنا كناية عن لذة الجماع، وده فيه الأدب النبوي الشريف في التعبير عن الأمور التي تستقبح بألفاظ لطيفة، أدب نبوي لطيف جميل. فقالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر بي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة كانت جريئة شوية، يعني مش عاجبها ايه عبد الرحمن بن الزبير، بتقول ما معه، بتتكلم على عضوه الذكر، يعني ما معه الا مثل هدبة الثوب، يعني ايه؟ كأنه ايه؟ ضعيف الانتصاب، يعني انتصابه ضعيف، يعني في الجماع يعني مش راجل كامل كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبسم ان هي كيف تكون بهذه الجرأة، يعني لان تملي العادة النساء ان هم يخجلن في التعبير عن مثل هذه الامور. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة الأولاني؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يبقى جماع كامل، والجماع الكامل لا يشترط فيه الإنزال، بمجرد إدخالي فقط
قدر حشفة الذكر في فرجها ولو لحظة بغير إنزال تم الجماع، ولم يشترط الإنزال إلا الحسن البصري فقط من علماء المسلمين، ده بد يعني عنده أن ينزل كمان، لكن إيه؟ لأن عنده عسيلتك معنى منيه عند الحسن البصري، فهم كده؟ ولكن باقي الفقهاء والمسلمين فهم عسيلتك يعني لذة الجماع بغض النظر عن أنزل أو لم ينزل، واضح؟ تفاصيل يعني بين المذاهب. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر بي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني سيدنا خالد تعجب إزاي المرأة دي جريئة، يعني بيقول لأبو بكر: شايف يا أبو بكر بتقول إيه قدام النبي؟ حاجة غريبة يعني متعجب يعني. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهري وحرملته. على أي حال جرأتها فادت الأمة في إيه؟ في إن إحنا فهمنا حكم فقه، يعني حتى الجرأة بتاعتها دي اللي إحنا بنتعجب منها تم بنى عليها إيه فائدة مهمة، وهي تحديد الأحكام الفقهية وإيه ومراد الله في الآية. لأن لولا هذه الروايات كنا فهمنا حتى تنكح زوجا غير مجرد يعقد عليه وخلاص، كنا فهمنا كده، ما القرآن بيقول كده زي ما فهم منها سعيد بن المسيب، فهم؟ لكن لا، لكن عند الأحناف تنكح يعني يدخل به، الأحناف عندهم لابد تنكح لأنه حقيقة في الوطن عند الأحناف حتى من الآية، يعني الأحناف مش مستنيين الحديث، لأن عندهم تنكح النكاح حقيقة في الوطن مجاز في العقد، فهمت بقى؟ وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهري وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة. قال أبو الطاهر: حدثنا. وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها. عرف الهدبة اللي هي عارف الفتل كده اللي بتبقى موجودة في أطراف الثوب، يعني بتقول ما معه الذي يعني كده، يعني كأنه إيه يعني مرتخي، يعني مرتخي الذكر يعني، فهم؟ وأخذت بهدبة من جلبابها. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة الزوج الأول، يعني لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة لم يؤذن له. قال: فطفق خالد ينادي أبا بكر: ألا تزجر هذه عما تجهر بي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعن أبي قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات بمثل حديث يونس. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا، ف
فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. وفي حديث يحيى عن عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة، والله تعالى أعلى وأعلى. يبدو أن شرط الجماع للزوج الثاني تأديب للزوج الأول من باب إرغامه، ليه؟ لأنه أساء الأدب، طلق ثلاث تطلقات وعايز يتجوزها تاني. طب لما أنت عايز ترجع لها تاني ليه بتطلقها ثلاث مرات؟ فمن باب الأدب فأراد الشارع الشريف أن إيه؟ أنه يرغمه، فإيه؟ فيحرجه، وهذا من باب إحراجه، فهمت إزاي؟ ومن باب إرغامه، لأن كثرة الطلاق هذه تؤدي إلى الندم، ولا تحدث إلا من إنسان ضعيف الديانة قليل العقل. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع، ذكر الجماع، عند أراد أن يأتي زوجته في ذكر، هيقول اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. يبقى لم يضره شيطان، لما يوسوس له خالص لا يعني يوسوس له، لكن لا ينبني عليه غواية بحيث يموت على المعصية، يعني إيه؟ كأنه يعني لا يؤثر على أن يموت ميتة سيئة، يعني حتى لو وسوس له في فترة من حياته إلا أنه يلهم التوبة ويعود مرة أخرى إلى ربه وتحسن خاتمته. هذه معنى لا يضره، لأن ضرر الشيطان الحقيقي أن يميت الإنسان على معصية أو على كفر، إنما لو أنت عصيت وتبت صارت المعصية سبب للقرب، ليه؟ لأنها تبعها توبة، والله يحب التوابين، فهمت بقى؟ طالما المعصية جاء بعدها توبة صارت المعصية سببا للقرب، شفت قد إيه بقى؟ لكن الشيطان يريد من الإنسان إن هو يموت على المعصية قبل أن يتوب، وكمان يتمنى أن تكون هذه المعصية هي الكفر والعياذ بالله. فيبقى إيه معناه لا يضر الشيطان أبدا؟ يعني لا يموت على كفر أو لا يموت على معصية، هذه معناه، لأن العبرة بالخواتيم، فهو ذكر لابد الناس تبقى حفظاه مهم يعني عشان إيه تنتفع الذرية به. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن الثوري كلاهما عن منصور بمعنى حديث جرير، غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر بسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري بسم الله، وفي رواية ابن نمير قال منصور أراه قال بسم الله. باب جواز جماعه امرأته في قبولها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر. معلوم أن إتيان المرأة في دبرها يعني إيه؟ كبيرة من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون، واللعن علامة الكبيرة، كويس؟ وده اللي عليه إجماع المسلمين والحمد لله، إن لا يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها. دبرها اللي هو إيه؟ ليس محل الإنجاب، أدي الدبر. أما إن أتاها في قبولها من أي وضع كان فيجوز، ما فيهاش مشكلة، أدي المعنى. وقت حرثكم أن شئتم، وقت حرثكم موضع الحرث اللي هو إيه؟ موضع الإنجاب اللي هو المهبل، أن شئتم يعني في أي وضع شئتم، بس المهم يبقى في المهبل، لأن المقصود
من الجماع بجانب اتيان تحصيل الوتر والشهوة هو تحصيل الإنجاب، فهمت؟ والذرية. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبلها كان الولد أحول، يعني لو جامع امرأته في قبلها لكن وهي إيه من خلفها، يعني من دبورها يعني من خلفها، يطلع الولد أحول. كل دي تخاريف يهود، اليهود عندهم تخاريف كتيرة كده، يحبوا ينشروا التخاريف والأساطير بين الناس كده. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن أبي حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبورها في قبولها ثم حملت كان ولدها أحول. عارف يعني إيه أحول؟ أحول يعني إيه؟ سواد عينيه يبقى في اتجاهين، أدي معنى أحول، يعني يبقى بيبص الناحية دي وسواد عينه بيبص الناحية دي، أدي يبقى اسمه أحول. فاهم؟ بالإنجليش سكوينت. ها؟ قال فأنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وعن أبي قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير قال حدثنا شعبة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني عبيد الله بن سعيد وهارون بن عبد الله وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري حا قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز وهو بن المختار عن سهيل بن أبي صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث. وزاد في حديث النعمان عن الزهري إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، في صمام واحد يعني في مكان الحرث، ومجبية يعني إيه؟ يعني من خلفها يعني، يعني على وجهها. مجبية، تمام، مجبية، أنا اللي أخطأت، إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، اللي هو في موضع الحرث يعني. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها. يبقى المرأة لا يعني يحرم عليها أن تمتنع من فراش الزوجية، وهذا من الكبائر، يحرم عليها ذلك. فإن كان هناك أسباب تمنعها فلتطلب الطلاق حتى لا تقع في الحرام. افرض عندها أسباب بتشمئز من زوجها، من طريقة جماعي مثلا، أو رائحة فمه كريهة، أو بيأتيها بطريقة مقززة، هو هي نفسها بتتضايق منها، ما تستمرش بقى في الزوجية. ليه؟ عشان ما تقعش في التحريم، تطلب الطلاق أو تخلعه أو الخلع عشان تخرج من الحرمة. واضح؟ إنما كانش في سبب وجيه وامتنعت يبقى يحرم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن دليل العلامة أن هذا من الكبائر، حرام من الكبائر. وعن أبي قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال حتى ترجع، ما كان تصبح يعني حتى ترجع. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. وعنه به قال: يعني والذي في السماء حكمه، وفي السماء قهره، وليس في السماء مكانه، لأن الله لا يوصف بمكان. لكن العقلية المريضة ينفع يفهم ان في دي تحديد مكان، طب ده مكان للمكين، والله ليس بمكين لأن المكان حادث، فهم؟ فما تفهم في السماء حكمه، في السماء عقابه، في السماء عذابه، في السماء ملائكته التي يعذب بها من شاء، تفهم بهذه المعاني، فهم؟ فلازم نفهم هذه المعاني، لأن الوهابية أساءوا فهم السنة الشريفة لضعفهم في اللغة. على فكرة السبب هو ضعف اللغة، لابد أن الإنسان لما يقرأ القرآن والسنة يكون قوي في اللغة، في اللغة العربية ومفرداتها ومعانيها وألفاظها وبيانها وتشبيهها ومجازها وحقيقتها ومشتركها وإعرابها، لازم يبقى فاهم عشان ما يدخل بعد كده يفهم، وإلا ما يجيبش طماط زي ما جابوها الجهلة، وعلشان كده مذهبهم يليق مع الجهلة، عمره ما يروق لعالم أبدا مذهبهم، فتجد مين أتباعهم؟ الجهلة، أدل أتباعهم، لأن هم مشايخهم نفسهم جهلة، فربنا ينجينا وينجيهم من الجهل. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا جرير كلهم عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. باب تحريم إفشاء سر المرأة، يعني حال الجماع بيحدث بعض الكلام بين الرجل وامرأته أو بعض المواقف، فعلى الرجل ألا يحدث بما حدث للناس، ولا المرأة تحدث غيرها بما حدث بينها وبين زوجها، لأن هذا لا يليق. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وقال ابن نمير: إن أعظم، وهذا طبعا مش خاص بالرجل وخاص أيضا بالمرأة، والمرأة لا تفضي سر زوجها، لأن الرجل هنا المقصود به المكلف سواء كان رجل أو امرأة. باب حكم العزل، غدا إن شاء الله نناقش قضية موضوع منع الحمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.